الاستاد دابا شهر رمضان يعني على الابواب، يعني كي غتستقبلوا مع ارتفاع الاسعار في المواد الغذائيه وقله الحليب؟ ايه، وفي الحقيقه شهر رمضان شهر الغفران، مبروك على الشعب المغربي وعلى الشعب الاسلامي. ولكن اش وجدت هذه الحكومه الجديده، هذه الحكومه اللي كنا كنتظروا منها الخير، كنا كنتظروا منها باش توفر جميع المواد الغذائيه باثمنه مناسبه، وبخصوص في هذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم اللي كاع الطبقه الكادحه والطبقه المحتاجه والطبقه اللي ما عندهاش، اللي مضروبه فيها حتى العظم، كتحتاج المساعدات الاجتماعيه. وكنشوفوا مع هذه الحكومه ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين لا كفاف، الناس السم ديال البرد، والناس محتاجه للمساعدات الاجتماعيه، محتاجه باش تراقب هذه الحكومه غلاء الاسعار. الحليب عاوتاني من الضروريات ديال ديك الفئه ديال المغاربه اللي تعودوا ودائما كيشيروا داك الحليب، الزياده ديال الحليب وما بقاش متوفر وما بقاش بجوده عاليه ولا مغشوش، حيت ما كاينه لا مراقبه لا رقيب لا برنامج عند هذه الحكومه باش تساعد هاد المزلوطين، هاد المحزوقين، هاد الشعب اللي كيتمنى خير بهاد الحكومه، ولكن في الحقيقه من نهار جات ولا خرجه ديال شي مسؤول كيبشر هاد الناس هادو باللي كاينه هناك نقصان ولا هناك مساعدات ولا هناك واحد التامل في هاد الشعب اللي في الحقيقه كيبغي هاد البلاد السعيده وكيبغي الملك ديالو، ما كيبغيش يخرج الوقفات الاحتجاجيه والتظاهرات باش نبقاو سالمين ومامنين. ولكن في الحقيقه تلاش هذه الحكومه ساده فما، يعني الصبر تقاضى ما بقى ليه جهد. وبخصوص الناس اللي محتاجه، الناس اللي ما عندهاش، شوفوا هذا البرد هذا، وبخصوص هذا الشهر هذا وهذا الاسبوع هذا اللي داز فيه البرد، السم ديال البرد، المتشردين كثروا في هذه البلاد هذه، ولا المساجد كتأويهم، ولا هذه الحكومه وجدت شي قاعات، يعني قاعات باش تدفاو هاد الناس هادو المتشردين. حشومه من كنشوف في المغرب في بلادي العزيزه، الناس باقا كتنعس في الزناقي وتا واحد ما خرج باش يديهم. حتى دوك الناس الاجتماعيين، المسؤولين الاجتماعيين ديال بعض الجماعات، ما كاينينش يعني حتى خرجات حتى مساعدات حتى شي حاجه. رمضان هو قريب والناس دابا حاجه، رمضان قريب، كي جاتك ان دابا مطيشه دايره 10 دراهم؟ واش غادي نقول لك؟ راه الا ما خرج المسؤولين وراقبوا هاد المواد الغذائيه في الغلاء ديالها، وما راقبوش الخضروات، وما راقبوش وما عرفوش واش كاينه توفر هاد المواد هادي، واش كاينه موجوده، راه ما كنتمناش باش توقع شي حاجه في المغرب، وما كنبغيوهاش المغرب. ولكن كنتمنى باش يخرجوا المسؤولين ويقول لنا شو واقع في البلاد، واش داروا على قبل هاد الناس هادو اللي كيتشكاو من الغلاء الاسعار وغلاء الخضروات وغلاء المواد الغذائيه. وقيله هاد رمضان استاذ غنصوموا بنار ونكملوا بالليل، وقيله على حساب هاد الارتفاع الاسعار. وما غادي، وقيله حنا صايمين، وبخصوص الطبقه كنقولها لك، المحتاجه والفقراء، الناس صايمين، وعوض ما غادي يفطروا، عوض ما غادي مثلا غادي توصل المغرب وغادي يفطروا، في الحقيقه ما كاين الناس اللي ما غاديش تلقى حتى ذاك الفطور، ما غاديش تلقاه، لانه هما صايمين النهار كامل، اللهم غيصوموا حتى الفطور ما غياكلوش، وما غيلقاوش، غيكملوا بالليل، يكملوا مع واقيلا غادي يشربوا غير الماء وغادي ينعسوا. واش غادي نقول لك؟ الله ياخذ الحق في هذه الحكومه، واش غادي نقول لك؟ الله ياخذ